بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام مع فقرة من فقرات بيان ليغ إي كومبخوندغ لتعلم اللغة الفرنسية كالعادة. طبعا وصلنا إلى لا لاتر جي كما نلاحظ، لا لاتر جي. طبعا كما قلنا بأن لا لاتر جي ممكن أن تنطق غا، كما عندنا هنا مثلا ممكن أن تنطق، ممكن أن تعطي الصوت غ كما عندنا هنا أن غو بواسون، وممكن أن تعطي الصوت كصوت جي كما عندنا هنا. طبعا إذا كانت هاد جي متبوعة ب أ، أو إذا كانت متبوعة ب إي، أو متبوعة مثلا إيكغيك، إذا في هاد الحالة تعطي صوت جي. في حالة أخرى إذا كانت متبوعة بحرف من الأحرف الصامتة، أو إذا كانت متبوعة ب أو أو أ مثلا، تعطي الصوت غ، في هاد الحالة تعطي الصوت غ. أون إيت أغيفي أ سو باراغراف إي أون ديجا في دي مو أفيك غا، باغ إكزومبل لا غار، لو شوفال غالوب، أن سيغار، فوالا سيت أن سيغار. On a vu aussi des mots avec gare, je regarde René. Par exemple, je regarde René glisser. Par exemple, je regarde René glisser. Je regarde René. Regarde-moi. Après, on a vu des mots avec gris, un âne gris. Un âne gris, le chat, griffe, une grimace. Ensuite, on a vu des mots avec ce joli chat gris, Ada al-qattu al-jamil al-ramadi, Mina a cassé la glace. Ce joli chat gris. Mina a cassé la glace. Et enfin, on a vu des mots avec si. Ici, voici, merci, un citron. Pour l'instant, nous continuons avec le reste de ce paragraphe, comme nous le voyons. Premièrement, nous prenons des mots avec et. Qui s'écrit avec OS. Ensuite, on a E qui s'écrit avec OZ et E qui s'écrit avec E accent aigu. Ce sont des écritures, comme nous le voyons, qui donnent le même son. نتكلم عن الكتابات التي تعطي نفس الصوت. Par exemple, des légumes. نتكلم عن خضر. أو نقول لي ليغيم. إذا هاد إس كما عندنا هنا أيضا أنها تنطق كهاد إي، تنطق كـ أو أكسون إيغي، وهذا رأيناه فيما سبق. دي ليغيم، طبعا هاد إس الأخيرة في الحقيقة عندنا ليغيم يعني خضرة مثلا، نضيف لها إس خاصة بالجمع، أما أو إس هنا فهي أصلية تكون هاد الحرف دي ليغيم. ثم عندنا روغاردي، طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن كل أفعال لتتصرف مثلا في البخيزون مع فو، أو تتصرف في الامبيغاتيف في الأمر مع فو، لأنه في الامبيغاتيف ما تيكونش عندنا الضمائر كما عندنا هنا، نقول روغاردي. إذا قلت مثلا فو روغاردي، هنا ذكرت الضمير المقصود بها أنتم تنظرون، فو روغاردي أنتم تنظرون، ولكن إذا حذفت الضمير وقلت روغاردي، إذا المقصود بها انظروا. إذا هاد الأفعال اللي تتكون بهذا الشكل هذا، اللي تتكون مع فو طبعا في البخيزون أو في الامبيغاتيف يعني في الأمر، نتكلم عن صرف هاد الأفعال مع فو مع أنتم. إذا طبعا نضيف هاد أوزيد، وتنطق
اي غوغاردي. ثم بعض الكلمات طبعا كما عندنا هنا لوني يعني الانف لوني، او كما راينا فيما سبق كلمه شي يعني عند. جو سوي شي ما طونت، انا عند خالتي او عند عمتي. اذا شي او كما عندنا هنا ني. اذا هناك كلمات ان تكون فيها هاد زد في الاخر ان تنطق ك او اكسون ايغي تنطق اي. اذا كما عندنا هنا دي ليغيم روغاردي روغاردي ثم لوني لوني. ابري اون سي فراز نو برونو لا بروميير. وي لا غار وي وي لا غار. طبعا هاد او كاين عندنا هاد الشكل تعني اين تعني المكان، تتكون عندنا واحد لاكسون هنا. وكاينه او اللي ما تتكونش في هاد لاكسون تتعني او هذا او هذا. مثلا ا او بي، واش ا ولا بي. اذا هنا عندنا وي لا غار اين يوجد، نتكلم على المكان هنا وي لا غار وي لا غار ستادير او سو تروف لا غار او سو تروف لا غار اين تتواجد المحطه. وي لا غار وي لا غار سي ايسي لا فواسي ان هنا ها هي انها هنا سي ايسي سي ايسي انها هنا سي ايسي انها هنا لا فواسي لا فواسي. المقصود هنا فواسي لا غار فواسي لا غار. حتى لا نعيد كلمه لا غار عوضنا بهاد لا لا فواسي ها هي. لا دوزيام فراز لا مير دو روني ا اشتي دي ليغيم. لا مير دو روني ا اشتي دي ليغيم. فوالا سو كو لا مير دو روني ا اشتي لا مير دو روني ا اشتي دي ليغيم. طبعا عندنا لو فيرب اشتي يعني فعل اشترى مصرف مع افوار في البريزون. اذا هذا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب اشتي. اذا لا مير دو روني ا اشتي اذا هي اشترت. اشترت ماذا؟ دي ليغيم. فوالا سو سون دي ليغيم. اذا اشترت خضرا. لا تخوزيام فراز بخيت موا تا غوم ميرسي. بخيت موا تا غوم سلفني القومه ديالك. بخيت موا تا غوم سلفني ممحاتك او سلفيني ممحاتك. ميرسي شكرا. بخيت سي لو فيرب بخيتي. كان ممكن نقول بخيت لوي يعني سلفه. بخيت لوي سلفه تا غوم تا غوم ممحاتك. تا غوم ممحاتك. ما غوم ممحاتي. سا غوم ممحاته. ما غوم ما غوم ممحاتي. تا غوم ممحاتك. سا غوم ممحاته. بخيت موا تا غوم ميرسي. لو شا لو شا غري ا سورتي سي غريف. لو شا غري ا سورتي سي غريف. لو شا غري القط الرمادي. طبعا في المؤنث نقول غريز كما راينا. نقول مثلا لا شات غريز غريز القط الرماديه. هنا عندنا لو شاغري القط الرمادي شنو دار شنو عمل كيسكي لافري ا سورتي هو اخرج. هنا ici le verbe sortir conjugué comme nous le voyons avec l'auxiliaire avoir. Alors là, on a le passé composé du verbe sortir. On a ici le passé composé du verbe sortir. Et de l'indana, le passé composé, le khas bifil, akhraja. Le chat gris a sorti. Et de l'qitrama a dit akhraja. Chnou kharaj? Chnou kharaj? Ses griffes. Ses griffes. خرج الضفار ديالو. ومنها كما راينا فعل غريفي انك تقمش
لو شاغري اسورتي. لو قلنا مثلا لو شاغري اي سورتي، كان ممكن نصرف فعل سورتير مع اتر وماشي مع افواغ كما عندنا هنا. الى صرفنا سورتير مع اتر غيولي القط الرمادي هو اللي خرج، وما غنكملوش الكلام طبعا. سنقول لو شاغري اي سورتي، القط الرمادي هو خرج، هو اللي خرج بنفسه. لكن هنا صرفنا سورتير مع افواغ، مع لوكسيليغ افواغ، مع المساعد افواغ. اذا شنو المعنى؟ لو شاغري ا سورتي، وخاصنا نكملوا الكلام. اذا القط الرمادي خرج، شنو خرج؟ سي غريف. اذا خرج الضفار ديالو. لو شاغري ا سورتي سي غريف ايل ا غريفي لو ني دو ميرو. اذا هو قمش. il a griffé le nez. On a vu ce mot là, voilà, c'est le nez. Et donc هو قمش الانف. الانف ديال من دو ميرو، الانف ديال الكلب ميرو. il a griffé le nez de ميرو. لو قلنا هنا مثلا il est griffé، اذا هو اللي تقمش، ولكن هنا عندنا هاد القط هو اللي قمش حاجة أخرى. il a griffé le nez de ميرو. ثم la cinquième phrase، Mina a acheté des gros citrons. Mina a acheté des gros citrons. Comme nous l'avons vu tout à l'heure، la mère de René a acheté des légumes. Ici on a، c'est Mina qui a acheté des gros citrons. Mina اشترت ليمونات كبيرة أو ضخمة. مينا أشتي دي غو سيترون. إذا مينا شريت حامضات كبار. لا سيزيام فخاز، ليلي إي سيغ لان. ليلي إي سيغ لان، هو فوق الحمار. ليلي إي سيغ لان. إل فا ألا غار. إل فا ألا غار، إذا هو يذهب إلى المحطة. ليلي est sur l'âne. Il va à la gare. Va petit Angry, va plus vite. Va petit Angry, Sir Himar Sarah Ramadi. Va plus vite. Idhab Besora. Idhab Besora Akbar. Va plus vite. Comme on a dit, Idhab Akhtar Sora. Va petit Angry. Va petit Angry. اذهب حمار صغير رمادي. كما نقول اذهب يا حمار الصغير الرمادي. فا بوتي انغري، فا بلي فيت، اذهب بسرعه اكثر. لو بوتي انغري غالوب سور لا روت. لو بوتي انغري غالوب سور لا روت، اذا الحمار الصغير الرمادي يجري sur la route على الطريق. ليلي اي سور لان، il va à la gare. va petit angry، va plus vite. le petit angry galope sur la route. tap 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 font les petits sabots. tap 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 تفعل les petits sabots. sabots هي اسفل الرجل الخاصة بالحمار. regardez comme il va. انظروا كيف يسير. روغاردي، كما تلاحظوا عندنا لو فيرب روغاردي أيضا عندو أن زيد في الأخر مع فو. إذا نقول روغاردي، انظروا، انظروا كوم إل فا، كيف يسير، كيف هو يمشي، كيف يذهب. روغاردي كوم إل كور. روغاردي كوم إل كور، انظروا كيف يجري. عندنا هنا لو فيرب كورير، هنا طبعا عندنا لو فيرب ألي. هنا عندنا لو فيرب ألي، il va هو يذهب أو يمشي. il court هو يجري. il court هو يجري. mon petit angry. إذن regardez comme il va، regardez comme il court، انظروا كيف يسير، انظروا كيف يجري. mon petit angry حماري الصغير الرمادي. ثم في الأخير عندنا jeu de lecture silencieuse.
Je, Domero, exécutais les actions à quatre pattes. Et d'un jeu Domero, لعبت ميرو, exécutait les actions à quatre pattes. ينفذ الحركات أو الفعل à quatre pattes. بالأرجل الأربعة. بالأرجل الأربعة. إذن jeu de lecture silencieuse. لعبة القراءة الصامتة. Jeu de Miro. لعبة Miro. Exécuter les actions à quatre pattes. ينفذ الفعل أو الأفعال أو ينفذ الحركات بمعنى آخر à quatre pattes. À quatre pattes. بالأرجل الأربعة. ممكن نطلب من الطفل مثلا أنه ينفذ الحركات كما يفعل ميرو لنراه سيفهم الخطاب أم لا. إذا نقول له مثلا va sur le tapis. Va sur le tapis. اذهب فوق السجاد أو فوق الزربية. Va sur le tapis. ثم va à la porte. Va à la porte. اذهب إلى الباب. إذن تشوف هنا عندنا ديما أمر. Va. Va. Va à la porte. Va à la porte. Donne la pâte. Donne la pâte. Donne la pâte. اعطي الرجل. Donne la pâte. Donne la pâte. بحال تنقولو ليه مد الرجل ديالك. مد رجلك. يعني اعطي رجلك. Donne la pâte. اعطيني الرجل ديالك. Donne la pâte. Lève la tête. Lève la tête. ارفع الرأس. عندنا هنا لو فيرب لوفي. Lève la tête. ثم دي ميرسي افيك لا تيت. دي ميرسي افيك لا تيت. قل شكرا ولكن افيك لا تيت. بالرأس. بإشارة من الرأس قل شكرا. دي ميرسي افيك لا تيت. اونفا غول لا بال. غول لا بال. دفع الكرة انها ترولي. غول لا بال يعني دور الكرة. غول لا بال يعني غول لا بال. غول لا بال غادي يدفع الكرة وغادي تبقى تدحرج. دحرج الكرة. غول لا بال. إذا نستأنف في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.